نفذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مقهى حواري بعنوان مسارات تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين، طبعا في تمكين الموهوبات، قيادة وتمكين للطالبات الموهوبات بالشراكة مع إدارة تعليم ينبع. واستقطب المقهى الحواري أكثر من 75 طالبة موهوبة عبر منصة افتراضية. للحديث أكثر تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة منى الغامدي، مشرفة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بينبع. يا صباح الخيرات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم وصباحكم حوار وطني سعيد. أهلا بكم. صباح الخيرات. لو تحدثينا أكثر عن هذه المبادرة. طبعا باسم مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني أحييكم وأحيي المشاهدين والمستمعين في هذا الصباح السعيد. طبعا إحنا لنا فعاليات كثيرة على مدار العام، من ضمن احتفالية اليوم الوطني 90 عقدنا مجموعة من الشراكات مع أكثر من جهة في محافظة ينبع، منها وزارة الثقافة والسياحة وشركة أرامكو وإدارة تعليم ينبع. فكان من البرامج اللي قدمناها لفئة الطالبات الموهوبات، ولي يعني ذكريات جميلة مع الموهوبات لأني أول مشرفة موهوبات في المحافظة. أسسنا قسم الموهوبات أنا ورئيسة القسم، يعني ذكرها الله بالخير، فلي ذكريات جميلة وأعرف الطالبات الموهوبات التفاعل معهن من أروع ما يمكن، لأنهم دائما يحلقون في سماء الإبداع وسماء الطموحات، ويتواكب هذا الطموح مع رؤية المملكة 2030. دوري كمشرفة مركز الحوار من أكثر من 10 سنوات بالمحافظة تعزيز ثقافة الحوار، ونحن في عهد الملك سلمان نشهد كلنا والعالم كله يشهد عن تمكين المرأة ومسارات تمكينها ووصولها للمناصب القيادية. فكان محور الحديث عن من عهد الملك عبد العزيز طيب الله وثراه وحتى عهد الملك سلمان ورؤية الوطن بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان، كيف صنعت لهذه المرأة حضورا متميزا ومشاركة فعلية يعني شقيقها الرجل، وأخذت وضعها حتى تولت المناصب العليا وأصبح لدينا سفيرة باسم الوطن في الولايات المتحدة الأمريكية. تحية لسمو الأميرة ولكل النساء الطموحات المبدعات في كل محفل من المحافل المرأة استطاعت أن تثبت جدارتها. فكان هذا يعني الحضور 75 طالبة موهوبة كان مفاجأة بالنسبة لي، واللقاء كان ساعة زمن لم يرد الطالبات أن تنتهي، ووعدتهم أنه يكون في لقاءات مستمرة بموضوعات مختلفة، وحكيت لهم شيء من قصة النجاح للمرأة في مركز الحوار الوطني منذ إنشاء المركز وحتى اليوم، والمرأة لها حضورها في مركز الحوار في اللقاءات الفكرية في الأندية في إثنانية الحوار في ديوانية الحوار. المرأة حاضرة بقوة، وهي ما هي يعني بقول المرأة مو فجأة ظهرت، المرأة منذ أن تعلمت وهي مستعدة لليوم الذي تتولى فيه المنصب القيادي وتمكن وتستطيع أن تدير فرق عمل ناجحة. الآن نحن في ينبع عندي أكثر من 200 سيدة وفتاة في كل فعالية نقيمها، يكونوا متطوعات، فاعلات، فنانات، مثقفات، شاعرات، أديبات، حرفيات، كلهم يعملوا في فعاليات مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني على مدار أكثر من عام. موفقين يا رب. يعني نتمنى لكم التوفيق حول هذه الجهود. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمداخلة، الأستاذة منى الغامدي المشرفة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بينبع. يعطيك العافية.